وكانت ضربة البداية عينوية وبستة أهداف جميلة في مرمى بطل تركمانستان. بداية بطل الإمارات كانت موفقة للغاية. من ما استقلوا وتركوا لتحسب الكرة تبدأ من الجول. الكرة مرة ثانية الآن لسالم يلعبها لعبد الله حسن يشوط الجول. جول سلطان يحصلها ويحاول يطلعها بعرض الملعب البيت بلا يشوط في الجول. جول عبيد بلا ولا بصمة الكرة توصل لميت فاخر وبعرض الملعب هي جول. جول راس حلو يا سلام على هذه الراس اللي تستاهل بوس. والحمد لله سيرة مقابلة بجدية وكورة كانت كويسة من طرف الزملاء تاعي كلهم، ونتمنى الله باش المباراة الثانية يحالفنا الحد ونفوزوا إن شاء الله ونتأهلوا للدور النهائي. فريق هذه المباراة جيدة، نقدر نقولها جيدة في البداية. المباراة كانت بالنسبة لنا في البداية صعبة، إن ما كنا نعرف شيء عن المنتخب عن الفريق التركمانستاني، لكن الحمد لله الفريق هذه المباراة جيدة أقدر